مشوارك الفني كام سنة؟ 23. الحالة الاجتماعية؟ أعزبة. إيه أكتر حاجة بتكرهيها في حياتك؟ الظلم. اتعرضتي للأذى من زملائك قبل كده؟ آه طبعاً اتعرضت. شايفة نفسك خدتي حقك؟ أنا خدت حقي تالت ومتلت وزيادة كمان. هل أنتي سريعة الغضب؟ لا خالص، ده حتى بيقولوا أنتي برد قوي في انفعالاتك. إيه أكتر حاجة ندمان عليها في حياتك؟ يعني أنا ما بندمش، بقول اللي بيعدي خلاص فات بقى، ما ينفعش نصلحه، كمل للأمام. صراحتها ممكن تخلق لها عداوات في الوسط الفني، بس عمرها ما بتسحب من رصيدها عند الجماهير. كوميديانية لكنها في التراجيدي ملهاش حل. ضيفتي الليلة الفنانة الجميلة انتصار. أنا دايماً مستعدة. جاهزة؟ أنا دايماً جاهزة. بيقولوا إنك ما بتخافيش. الحمد لله، بخاف من ربنا. معدلك بقى كم معركة فيهم في اليوم يعني؟ أنا؟ لا أنا دايماً في معارك يعني دايماً. أصل بصي، ما ينفعش تبقي بتشتغلي وما تتخانقيش. أصل أنتِ مش ملاك بجناحين. يعني ماشية بتشتغلي. لا بس في ناس كتير بتشتغل مش بتتخانق. لا دول بقى ما عندهمش طلبات او سلبيين او ما عندهمش لسان او ما بيأملوش للاحسن. انا دايما بامل للاحسن، للاجود، للانضف، لله. ليه ما نعملش كده؟ فهو مكسل. لا تقدر تعمل كده اعمله، يا اما تعتزل امشي يا بابا. طب قولي لي بقى يا ست انتصار، النهارده هنقوم بكام معركه بيننا وبين بعض؟ لا انت من اول القعده كلك معارك. طيب نبدأ بأول معركة؟ فيكي صحة يعني تشدي معايا ولا ما فيكيش؟ جماعة بلاش الحلقة دي؟ أنا مش عارفة معدني بعيد عنك ليه؟ عشان يبقى أمان، ساتر بيني وبين الضيوف. بس أنتِ 40 كيلو، فأنا قلقانة جدا إن أنا أقصو عليكي بصراحة. رفنطعه كده. ما تبوظيش الحلقة. فخايف عليكي جدا يعني. ما تبوظيش الحلقة. يعني 40 كيلو وزنك، إن اللسان مش 40 كيلو ها؟ ما أنا يعني أعلى. يعني أنتِ أنا تعبانة تجاهك يعني. فإيه مش عاي يعني همسك نفسي. هتحملك على قد ما أقدر. لا 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 تمسكيش نفسك. أنتِ اللي جبتي لنفسك. أنتِ اللي جبتي لنفسك. أنا ما بخافش يا انتصار. ماشي. نبدأ أول معركة. اتفضلي. أول معركة. التحدي لو ساعة، يعني بقول لك جملة وانت تقولي نعم ولا لو ساعة أحد بالصلح بيني وبين الفنانة انتصار سأقبل وأسامح، لأننا في شهر رمضان. نعم أم لا؟ هو إحنا مش متخانقين حقيقي، يعني إحنا بنتكلم وبنسلم على بعض لما بنقابل بقى، مش متخانقين. اللي هو انا ما عنديش الحته دي اللي هو ان انا اشوف حد ما يعني. لا احنا بنسلم على بعض والموضوع كويس، بس في الشغل مش انا عارفه ان احنا تقبلين ام لا. انه ايه؟ انه ان احنا نشتغل بقى؟ ما انا عايزه افهم بس. لا السؤال. انكم تتصالحون تنظفون كل الشوائب؟ لا لا. فسمعتهم بقى بيقولوا وبعدين طب هنعمل فيها ايه دي؟ فراحت واحدة تانية قالت دي بدأت تبقى بتتحكم فينا، دي بدأت تغير المواضيع اللي في الحلقة. فقالت طب نعمل ايه؟ طب احنا بقى ايه عشان نطيرها؟ نقول انها بتتأخر، نقول انها بتعمل، نقول انها بتسوي. في شيء اوجعك زيادة؟ ايش كمان قال؟ يعني يعني حد قال يعني انه احنا نقدر نمشيها ونجيب اي واحده تانية غيرها، وهي كده كده مش فارقه اصلا، وهتعمل ايه؟ فانا كان المفروض يعني اخد بعضي وامشي اروح، بس انا ما بقدرش، انا بواجه.
فرحت فتحت عليهم باب الاوضه وقلت لهم على فكره انتوا مش محتاجين تعملوا كل ده، انا كده كده ماشيه وسايبه لكم البرنامج من غير ما تالفوا ولا تختاروا عليا قصص ولا تعملوا اي حاجه. فبجد هم وشهم يعني بقى لونه لون المانيكير هم اتخضوا يعني من رد الفعل. بس هذا رقي منك. لا ده انا هكمل لك ان لازم يكون عندي افيه في الموضوع. فخرجت ورجعت على الاوضه تاني وبعدين مش عارفه اكلم مين وحسيت ان انا منهاره ومخضوضه وعايزه اعيط. فسمعتهم تاني بيكملوا فبيقول فبتقول لها ايه يا نهار اسود دي سمعت. فالتانيه قالت لها لا اكيد ما سمعتش. الفنانة شيماء سيف بتقول انه انت تأمرتي. انا سمعت عليها. بتقول ايه سمعت ايه وما سمعتش؟ اذا كان عاملين عصابة على البنت. اذا كان الاوضه اللي جنبنا بينا وبينها حيطه سمعت ايه؟ ده من الحيطه ممكن تسمع. ايوه كنت دي محسساني ان هي كانت في بالها. وهقول لك ارقام الاوض، انت كنت في اوضه 11. أيوة. وهي في اوضه 12. يعني محسساني ان هي كانت في بالها وجت عدت من اوض من قدام الاوضه. اذا كان هي الاوضه اللي جنبنا انا كنت يعني ماشيه. يعني ده مبرر انه الكلام ده يعني كنتوا بتقولوه في مسلسل؟ هي عامله مسلسل. هي عامله مسلسل. مسلسل اسمه كنت ماشيه وعديت من قدام باب الاوضه وقفت اسمع وبعدين فتحت الباب وواجهتهم. يعني اللي هي بتقوله يعني ده تمثيل؟ لا هو ما عندهاش حاجه تتكلم فيها في البرامج. فبتدور على اي حاجه تتكلم فيها. فمين اللي مشهوره؟ مين مشهوره في حياتها؟ ما نفسنا ده كانت اول حاجه هي تعمله. مين اللي مشهوره في حياتها؟ انتصار. فانا طول النهار اسمع سيرتي في البرامج. بس انا اول مره اسمع طول النهار ده. اسمع سيرتي في البرامج وما بعلقش لو تلاحظي. يعني هاتيلي رد انا رديته عليه. انا اول مره ارد دلوقتي. انا ما بردش اساسا. ليه؟ لان الموضوع لما تكوني عايزه تقفليه ما تكملهوش بالرد. طب حصل ولا ما حصلش؟ احنا دلوقتي لما بنتكلم عليها بنتكلم عليها ليه؟ عندها اخطاء. لا انت اللي تجاوبيني مش انا اللي جاوب. ايوه بنتكلم عليها في الاوضه. هو ايه المفروض ما نتكلمش على بعض ولا ايه؟ وانا بتكلم عليكي بجيب في سيره مامتك وباباكي. انا بتكلم على حاجه في الشغل. ايه يعني دلوقتي احنا بنعمل ترابيزه مستديره فيها ناس مشتركه ثلاثه. طلعنا من الحلقه مش انا على فكره، انا ده عمل جماعي على فكره، بس طول الوقت بيجي في انتصار المشاكل. ايوه ما انتوا كنتوا ثلاثه، انتوا اثنين، هي واحده اثنين. ايوه في مشكله هي عاملاها. في مشكله هي عاملاها عشان كده طلعنا نتكلم. يعني كنتوا متضايقين منها في حاجه؟ من هي عامله مشكله، هي عامله موضوع. طب ايه المشكله دي؟ عامله بتقطع في الكلام. لو كان كذا مشكله على فكره، بس انا مش فاكره دي انه مشكله فيهم. يعني هي مشاكلها كتير الكلام. يعني عندها مثلا جملتها وبعد كده الكاميرا تقطع عند هيجي تعلق، وبعد ده مكتوب في الورقه وبعدين انا اعلق، ولو في شويه ارتجال وكوميدي كده بنخش على بعض، لكن مش طول الوقت بنخش على بعض. انا ما عنديش مشكله ان حد يخش عليا. دي كانت طبيعه البرنامج واسمه نفسنا عشان كده. يا حبيبتي في واحده ممكن تكون قاعده مش مسرحجيه اللي هي هيدي، فما بتعرفش تاخد بينج بونج فبتقف. يا بنتي ما تتكلمي. الحته بتاعتي كلتوها قصتوها ودخلتوا على بعدها. انا عندي حته هنا بتقول كده هيدي. اللي هي هيدي كرم. يا ستي سيبيل، انا كنت قاعده بقى عامله زي الشماشرج اللي في النص، وبعدين بدات اتفاعل، ما انا مش معقول افضل طول الوقت بره. سيبيلها حته فبتيجي المره بعد كده تخش عندي انا. يا حبيبتي كلها مشاكل شغل عاديه. ده برنامج برضو. ايوه برنامج ومشاكل شغل عاديه. ايه اللي خلى بقى مشاكل الشغل العاديه تطلع في البرامج؟ انت دلوقتي بيعملوا لك برنامج بيتكلموا عن شخصك عن نجاحاتك. يمكن شايله منك عمل. من وقتها. ما هو كل شغل فيه مشاكله. بدليل ان هي هنا في الحوار بتاعها قالت ان هي مش عايزه تسامحك. يا ستي ما هي طلعت في برنامج واثنين وثلاثه واربعه. الحوار ده من اسبوع يا ده انا شغلانتها. انت عارفه البرنامج بقاله كام سنه؟ كام سنه مش عاملينه؟ بقاله قد ايه؟ مش عارفه. عدى الخمسه. ده لو جريمه بتسقط. بس طول النهار بقى نتكلم في سيره انتصار. وهي ما فيش غير انتصار ولا ايه؟ لا بس بصي هقول لك على حاجه. شيماء سيف وبعدين قبلها برضو هي نجمه برضو النهارده مش محتاجه تعمل كده. طب بتعمل كده ليه؟ علشان تتنجم زياده. ما هو الكلام ده. طب بتعمل كده ليه؟ يمكن ما انا بقول لك لانها شايله. شايله ليه وانا شايله منك؟ هو انا مرات ابوها؟ ده انا حيالله عامله برنامج. انت اتكلمتي عليها وهي سمعتك. يا ستي عايزين نمشيها. لا بنتكلم في الشغل مش بنتكلم على شخصها. طب في الشغل بتقولوا عايزين نمشيها؟ مش عارفه مجرى الحوار كان ايه، مش فاكراه والله. مش بقى انا فاكره كل حاجه ما عدا لا فاكره ان في مشكله كتير بقى لنا كتير.
وعملت بعدها مليون مشكله. انت لا. معروفه ان انت بتروحي تقولي للعور انتعور في عينه. لا ما قلناش همشي يعني، فمش بتتكلمي من وراها اكيد. بصي انا هقول لك حاجه، البرنامج ده اساسا طارق نور كلمني عليه وقال لي هنعمل تيست بمذيعه واثنين واربعه ونبدل فيهم، واحلى حلقه ده بروفا، احلى حلقه هي اللي هنختارها، نختار الناس اللي فيها. فعملنا مع هيدي وعملنا مع انجي علي وعملنا مع شيماء، ده تقريبا كانت اول حاجه تعملها وتاني حاجه تعملها، وهيدي كانت بقى لها مده ما بتشتغلش في الدراما، وانجي طبعا كانت شغاله مذيعه زي النار في نايل السينما لانها موظفه في التلفزيون. وجبنا تقريبا كان حد جاي من دبي وما جاش، ويمكن في حد خامس انا ناسياه، وعملنا تلاتات. كان في حبيبه تقريبا ما جاتش، كانت في دبي وجايه وما جاتش. بس جات لنا بعد كده وطلعتوا عينيها برضو. ما هنعمل بس ايه بقى؟ كملي نفسنا بقى كملي. فعملنا بروفه كده وعملنا بروفه بثلاثه. المهم ايه احلى حاجه ظهرت اللي هو انا وهيدي وشيماء اشتغلنا بيه. يعني عادي لما نقول في الاوضه لا ده مش مريحنا، لا ده ممكن يريح الحلقتين اللي جايين. لما لقيتوها داخله عليكم الاوضه يعني ايه اللي حصل؟ اتكسفتوا بقى؟ عادي ما بتخش علينا الاوضه دايما وبنخش الاوضه على بعض. بتتكلموا عليها في ظهرها عادي، ما احنا بنتكلم صوتنا عالي واحنا عارفين هتعدي من قدام الطرق. يعني انتوا كنتوا قاصدين؟ عارفين هي مروحه دلوقتي، مش قاصدين يعني مش مهتمين، ما بنتكلمش في حاجه غلط يعني، مش لا خالص، بنتكلم في الشغل، ما بنتكلمش في شخصها ولا بنتكلم على مامتها باباها حياتها، لا بنتكلم في الشغل. ايوه يعني كنت بتعني ده ما يزعلش حد لو حد بيفهم اللي قلتوه عليها كنتوا تعنوه جوه الشغل ونعنيه. بس مش ده قطع عيش مثلا؟ لا مش قطع عيش. لما يتقال لك حاجه مره واثنين وثلاثه وما تسمعيش الكلام يبقى لازم تاخدي انت ولا اداره القناه اللي كنتوا بتقولوا؟ لا احنا مش الاداره. طب وانتوا بتتدخلوا ليه في السكريبت؟ لا بنتدخل. حد بيكتب السكريبت؟ لا هما بيخشوا على بعض، مش سايبين مساحات لبعض، مش سايبين نفس لبعض، زي ما انت تبقي كده مذيعه قاعده قدامي وتنطي ببقي كل ما اجي اجاوب. طب مش انت شاركتي معاها في مسلسل الفنانه يسرى الاخير اللي هو شغال دلوقتي؟ كنتوا بتسلموا على بعض ولا لا؟ لا لما بنقابل بعض بنسلم على بعض، اصل السلام ده لله. وبعدين انا اكبر من ان انا ابقى عامله كده. انا اكبر من كده. طب انت دلوقتي عرفتي انها زعلانه، ممكن تكلميها تصالحيها؟ واصالحها ليه؟ طيبي بخاطرها؟ وانا زعلتها عشان اصالحها؟ يا ستي ما انت مزعلاها اهو، قلتي مش كفايه بسمع، انا عارفه انها كانت ماشيه وقاصده. مش كفايه بسمع سيرتي كل شويه في البرامج وساكته وما بتكلمش؟ انا اول مره اتكلم دلوقتي عندك. مش كفايه كل برنامج ايشي في لبنان وايشي في السعوديه وايشي مش على فكره المذيع ده انا بحبه اللي هو بتاع البرنامج ده. هو مذيع محترف. يعني إيه. انا عشان مذيع فانا ممكن حاسه بيه اقيم. طبعا طبعا هو مذيع محترف. انا بقى سيرتي لبنان اسمه علي العليان، الله احفظه. سيرتي بقى في لبنان والسعوديه وبرامج في مصر وكده، ما فيش لبانه في البق غير انتصار. فانت زعلانه بقى دلوقتي؟ ده انا اللي المفروض ازعل، ومع كده يا ستي انا مش زعلان. بس كده بقى احنا في رمضان والصلح يعني خير. ما يعني ما طيب مش اللي هنكبر بعده... الموضوع يعني مش هنكبر الموضوع. هو كبير على فكره. ليه كبير؟ واحده زميله وزعلانه. انا شايفه لا في الاوضه عليها قسط انتصار. بصي مع الوقت عايزه الحق ولا ابن عم الحق؟ بصي مع الوقت يعني لو في مكانها هتزعلي ولا لا؟ لا هو رد الفعل اللي هو في البرامج ده اللي مش حلو. ليه بقى؟ اللي حصل في الغرف يبقى في الغرف، ما حدث في روما يبقى في روما. لان تتعلمي لما تخشي سوق العمل كده وفي حياتك الشخصيه مش يمكن حست ان دي طريقه تاخد بيها حقها على البرامج؟ في البرامج هي حر. طب انا ما بردش اهو ساكته، اعمل ايه بقى تاني؟ اعمل ايه تاني؟ اقطع هدومي؟ جايبين الكلام ده من مصدر داخل القناه. انت مش عاجبك انا مشهوره؟ اضرب راسك في الحيط. انا النجمه هنا. هو الناس مستكتره عليك اللي انت فيه ليه؟ مكلفه انت يا بس في صرف. ها في صرف في كل برامجي في صرف جامد. اللي بعده زلت لسان تطيح بانتصار من برنامج نفسنا.
بيقولوا انه الاطاحه بيكي من برنامج نفسنا مش سببها تصريحات او مشاكل او يعني اجرك، لكن التعالي وسوء المعامله هو ده السبب اللي كان بينك وبين زمايلك ومع الكرو في الشغل، لدرجه انت قلتي مره من المرات انا النجمه هنا. ردي بقى، انا مش هقول حاجه. هو التعالي اولا مش من صفاتي، لا خالص. وضح. يعني انا بقالي كتير قوي بشتغل مش البرنامج النفسنه ولا انا مش عارفه مين بقى اللي كاتب بصراحه. عشان بس ايه ما ازعلش يعني مجله ليالينا، هي دي كرم وكاتبين شيماء وكده، ما هوش هم قالوا ليالينا، يمكن هي اللي قالت. انا التعالي مش من صفاتي. ما انا قلت بيقول هو وقالت ان هم جايبين الكلام ده من مصدر داخل القناه. لا مش التعالي. وبعدين انا طيبه جدا على فكره. وبعدين لما اقول انا طيبه جدا، لما اقول انا النجمه هنا ده حقي. طب يعني قلتي قلت طبعا. بس يا جماعه الست قالت انا نجمه. ايه وعيب لما اقول انا النجمه ولا ايه؟ ايه وانا يعني مش عارفه انا عن نفسي. هو الناس مستغربه ليه لما تقولي اصل انا الجامده قوي، اصل انا الحلوه قوي، اصل انا اهم كوميديانه في مصر، اصل انا النجمه هنا. الناس بتزعل ليه؟ هو الناس مستكتره عليك اللي انت فيه ليه؟ هو انا افضل اشتغل 20 سنه ولما اجي اقول انا مشهوره يقول لك ياه متعاليه بتقولي انها مشهوره؟ طب ما طبعا انا مشهوره. انت مش عاجبك انا مشهوره؟ اضرب راسك في الحيط. طب هما مشوكي من المحطه عشان قلتي الجمله دي؟ لا هما ما مشونيش بدليل ان انا كملت البرنامج بعد كده. لا ما مشونيش. طب ممكن نعرف سبب مشيك من المحطة؟ انا عندي مسلسلات كتير، وبما اني انا النجمة فانا اكتر واحدة بشتغل في السوق، افلام ومسرحيات مسلسلات ومسرحية مش مسرحية في اسكندرية. اللود عالي جدا ومفيش تعاون من القناه في تنظيم ايام التسجيل. انا بسجل 3 ايام كل 15 يوم. لا طيب لما يبقى عندي مسرحيه في اسكندريه ويبقى عندي مسلسل يعني نتعاون مع بعض شويه، سجلوا من غيري انا قبل اجيبوا حد تاني. يعني في الحلقه دي بس ولا خلاص بقى يا ستي اشتغلوا شهرين من غيري، 3 في 3 في 3 في 3 لغايه ما انا اخلص شغلي في اسكندريه واخلص. عليهم الاقتراح ده؟ اقترحت. لا الايام هتفضل زي ما هي، بالمواعيد هي هي، وروح اسكندريه وتعالي. طب اغيب يوم من حلقه حلقتين عشان تظبط. فحسيت بقى بالتعنت وكده، مع بقى شويه هيصه كده. فعند اول تلكيكه كده قمت خلعه، خلصت كل شغلي واللي عندي اهم من البرنامج، وبعد كده قمت راجع على البرنامج تاني. طب ايه الهيصه اللي هيصة كده؟ يعني مفيش البرنامج كده. ايه اللي هم فهموا النفسنة غلط؟ ازاي فهموا النفسنة ان هم ده القناة، يعني فهموا النفسنة ان هم يخلوا النفسنة بين الممثلين بجد، لان الممثلين لطاف بين وجمال. المزاين بين المزاين بجد، لانهم لطاف وجمال. فقال لك لا احنا عايزين نعمل تسجيل ما بين الحلقات، فنعمل بجد نفسنا. فانا خناقات حقيقيه يعني. ايوه فانا ما انسقتش لده. فبداوا بقى يتكوا على ده جدا، فاختاروا اضعف عنصر ممكن ينساق يعني للموضوع. يعني كانوا عايزينكم تمثلوا ان انتوا بتتخانقوا ولا كانوا بيوقعوكوا في بعض؟ لا عايزين نبان ان في نفسنا، بس مش عارفين نبان ان في نفسنا، لان انت طبيعيه جميله ولطيفه والناس ما عملتلكيش حاجه. اللي بعده صاحب محمد رمضان بايه؟ محمد رمضان يا ريت بس ايه يبطل يتكلم عن حياته الشخصيه، يعني يبقى غامض شويه، يعني يبطل يحكي في البق شويه. ميبقاش نمبر 1 يعني؟ وهو مش نمبر 1. لا هو مش نمبر 1، هو عمل اغاني قال انا نمبر 1. اغاني على فكره اغاني بتاعته حلوه، يعني اغاني بتاعته شوهيه كده، وبيحاول يعمل فيها كاركتر الامريكاني الزنوج، وبيحاول يعمل فيها يعني عامل شغل في وفي وقت الفراغ بتاعه بيسلم. قبل لما اقول لك بيقولوا ايه عايزه اوريكي السكرين ده، نزلوه يا جماعه. محمد رمضان يحرج انتصار بعد هجومها علي.
بيقولوا انه بعد تصريحك ده محمد رمضان رد عليكي وعلى الفيديو وحط على صفحته اغنية مافيا. معروف ان انت قوية ورخمة شوية. اصلا رقصت انا واولادي. ده من باب السخرية ولا من باب الهجوم؟ هو كان طول شوية عن الفترة اللي فاتت بس ما اتغيرت. اللي بعده صاحب محمد رمضان بايه؟ محمد رمضان يا ريت بس ايه يبطل يتكلم عن حياته الشخصيه، يعني يبقى غامض شويه، يعني يبطل يحكي يقفل بقه شويه، ما يبقاش نمبر 1 يعني. وهو مش نمبر 1، لا هو مش نمبر 1، هو عمل اغاني قال انا نمبر 1. اغاني على فكره اغاني بتاعته حلوه، يعني اغاني بتاعته شوهيه كده، وبيحاول يعمل فيها كاركتر الامريكاني الزنوج، وبيحاول يعمل فيها يعني عامل شغل في وفي وقت الفراغ بتاعه بيسلي نفسه. قبل لما اقول لك بيقولوا ايه، عايزه اوريكي السكرين ده، نزلوه يا جماعه. محمد رمضان يحرج انتصار بعد هجومها علي. بيقولوا انه بعد تصريحك ده محمد رمضان رد عليكي وعلى الفيديو وحط على صفحته اغنيه مافيا وعمل لك تاج. هل ده حصل حقيقي ولا لا، او هل كان يقصد فعلا ده؟ وكتب لي كمان شكرا يا انتصار على اغنيتي، او كتب الله يعني اصلا رقصت انا واولادي. ده من باب السخريه ولا من باب الهجوم ولا من باب المحبه، من انهي باب فيهم؟ لا هو من باب المحبه والمناغشه اكيد. مناغشه يعني، عارف لما نغش كنت نغشيني يعني. ما زعلش منك؟ لا ما زعلش. طب ايه دليلك على انه ما زعلش منك؟ يعني قوة علاقتي بيه أكبر من إنه يزعل. شايفة كده فعلا ولا عايزة تشوفي كده بس؟ لا هو أنا بمثل له حاجة مهمة وهو بيمثل لي يعني ذكرى مهمة، هو اللي فكرني بيها. إيه الذكرى؟ فمش يعني مش ممكن اللحظة دي أي حاجة تلوثها يعني. إيه الذكرى؟ كان هو لسه مش معروف وصغير شوية عن كده، وانا طبعا كنت اصغر، كنا في مسرح البالون، وكان بيمشي مع واحد صاحبه شبهه قوي، وكانوا ماشيين بشنطه هاند باج على كتفهم كانهم خارجين من المدرسه، او شباب بقى كده، ولابس قميص وبنطلون، وصاحبه لابس قميص وبنطلون زيه برده كروات شبه بعض قوي. حتى صاحبه ده هو قال لي بعد كده اسمه ايه يعني. ودخلوا مسرح البالون، وكان ابراهيم نصر الله يرحمه ومحسن حلمي المخرج الله يرحمه، ومعانا حد تاني جوه الخشبه. فانا لقيت اتنين صغيرين كده جايين وفنعين كده، فقلت له انت عايز ايه يا حبيبي؟ والتانيين بقى بيتكلموا في الشغل لمحمد رمضان. بنعمل مسرحيه لابراهيم نصر. عايز ايه يا حبيبي؟ ايوه انا الوحيده اللي انتبهت له، هو صغنون كده صغير يعني باين عليه زي. فقلت له انت عايز ايه؟ قال لي احنا بنلف في المسارح وبندور على شغل وفرص وكده. على فكره هو اللي فكرني، انا ما فكرني اتخضيت، انا عملت كده فعلا، انا اديك انا كده انا كويسه بجد. فقلت له طب انت عايز تعمل ايه؟ احنا بنعمل بروفات وبعدين ممكن يزعقوا. قام قال لي احنا بنلف على المسارح وكده، فبس عايزين نوري له، احنا عارفين عارف ان ده محسن حلمي الله يرحمه. قال لي عايزين نوري له بس ان احنا بنعرف نمثل. قلت له طيب، طبعا انا خايفه برضو يعني، المخرج ممكن يقول لي لا مش عايز حد يعطلني، احنا قاعدين فوق خشبه مصنع بنقرا يخلي ايه. قلت له معلش في اتنين شباب صغننين عايزين يعمل مشهد يوريك. فهو لقاني متحمسه، قال لي طيب ماشي هاتيه. فبصيت في عين ابراهيم نصر برضو، عشان ابراهيم قوي جدا يعني، وممكن يقول ايه في ايه، وبعدين جسمه مصارع كده وصوته ضخم وبيخوف اساسا يعني، منظره وقاعد يخوفك. قلت له الولاد هيجوا يعملوا؟ قال لي يا مام يلا يلا، ما جاتش على 5 دقايق دول يلا. قلت له تعالى ادخل. فوقف قدام المسرح، قدام المخرج قاعد ورا كده على الخشبه، وقف خد بوز ان هو واقف قدام الجمهور يعني، ولعوا الشنط وقال لي انا هقلد مش فاكره كان احمد زكي ولا محمد سعد. جابوا بالظبط، وزميله قلد التاني يعني، واحد عمل يا محمد سعد يا احمد زكي، وزميله عمل الشخصيه التانيه. وهو عمله حلو قوي، انا فاكره تقريبا احمد زكي عمله حلو قوي، نزل على الارض ووشه وكله. وبعد كده التاني عمل كده، فخلاص بقى كان وقت كتير يعني. فقلت لهم والله انا عملت بقى تسقيفه بقى.
فالاستاذ محسن سقف كده والتاني قال برافو يا اولاد تمام ربنا يوفقكم ان شاء الله انتوا في سنه ايه يعني مجامله يعني بس هو عنده هم اكبر المسرحيه قلت لهم طب بقى يلا قالوا لي عجبني هايلين بس لازم تمشوا دلوقتي عشان انا مش قادره استحمل ريسك اكتر من كده خايفه انا اتشوط نفسي تصدقي ان انا حبيتك والله يعني انا بحبك بس دلوقتي حبيتك اكتر وبعدين لو موقف زي ده كان ممكن ما تتدخليش لا انا سايب عليا ان هم جايين من الضلمه وبالليل وبعدين في ديناصورات على المسرح معروف ان انت قويه ورخمه شويه لا بس في موضوع اللي يعني ده ما ببقى بحييك عشان كده بقى انا عايزه اكمل لك بس الحكايه دي طب معلش يلا بس كنا في مهرجان القاهره السينمائي الدولي وفي فيلم لي كان معاه سوسن بدري في الفيلم وفي الحفله بتاعه المهرجان نفسها بعد الافتتاح بنروح مكان كده نتجمع فيه كلنا ومعانا الاجانب ولجنه التحكيم فلقيته بيقول لي ازاي كان صار قلت له كان بدا لسه بقى بس كان طالع قال ازاي كان صار ازيك يا محمد عامل ايه قال لي انت مش فاكره هو كان طول شويه عن الفتره اللي فاتت بس ما اتغيرش قلت له فاكره ايه قال لي خلاص بقى قلت له لا فاكره ايه قام قال لي فاكره الولد الصغير اللي كان معاه صاحبه ودخل مسرح البالون وكان ابراهيم نصر على المسرح وكان عايز يقلد فنانين وانت قلت له يلا خش قلت له انت قال لي ايوه قد ايه ما اهتمتش بيه انا قد ايه اهتميت انا ازاي عملت كده والنتيجه كانت سليمه بدليل انه بيمثل هو اتغير في حاجه غير ان هو يعني طول شويه هو طبعا دلوقتي وشه تخن شويه بس ساعه لما انا شفته لا اتغير حاجه في شخصيته وعايز يخلي الدنيا كلها تحس بده اللي هو حاسه كل واحد في نفسه بيحس ان هو نمبر 1 وعايز يبقى نمبر 1 طب وانت لما بتشوفي حد بيعمل كده بتبقى انت بتاخديها ازاي كفنانه و بصي انا ضعيفه تجاه الموقف ده عشان الموقف انا حكيته لك لا ما العكس ده انت اديتي اللي عليكي خلاص بس يعني حق لك تتكلمي لا ما انا مش عايزه اتكلم لان في ذكرى كده على فكره اللي بحكوه ده دقايق بس دقايق مهم في حياه الانسان على الاقل مهم بالنسبه لي ما اعرفش مهم بالنسبه له ولا لا بس مش قادره اعلق عليه عشان ما ازيطش في الزيط اللي بعده طبيعي ان ممكن تتهمي او يقابلك الهجوم بتاع هو كل ممثل عايز يدخل لنا اولاده المجال هم مالهم بيشربهم لنا بالمعلقه هم مالهم انا مستغربه جدا هو ماله انت هو انت كنت عايز تبقى ممثل واحنا خدنا فرصتك ولا انت كنت عايز تبقى مونتير واحنا خدنا فرصتك طبيعي ان الواحد لما يبقى في مكان يقعد يتحرك كتير كده في وليه ما بيقولوش كده على الدكتور اللي لسه كنت حالمه الدكتور بيدي العياده لابنه والخياط الخياط الترزي بيطلع ابنه ترزي بيقولوا انه انتصار عاوزه تفرض ابنها على التمثيل زي ما في ممثلين كتير فرضين ولادهم على التمثيل من باب اشمعنى ابني ما يشتغلش ردك ايه كان في زمان في المصالح الحكوميه ما اعرفش موجوده دي ولا لا كان يقول لك تعيين ابناء العاملين تعيين ابناء العاملين ف يعني انت شايفه ان ده المفروض فعلا هما بيبقوا يحق لكم فعلا لان هما بيبقوا اقرب للمهنه من حد من الخارج بس لو موهوب لو موهوب ولو مش موهوب لا هو ياخد فرصته ونثبت ان كان موهوب ولا مش موهوب وهو كده كده يكمل لانه مطلوب يعني مش هيكمل ياخد فرصته بما ان هو يعني ياخد فرصته من باب ان هو من ابناء العاملين لا هو عايز يبقى ممثل ما في ابناء عاملين ومش عايزين طب ما في ملايين عايزين يمثلوا ما يمثلوا هو احنا مانعين عنهم هو احنا فين الباب ما هم مش عارفين ياخدوا فرصه هم عارفين يختي انت نفسك يا اختي مش عارفين ياخدوا فرصه ما كانش محمد رمضان بقى محمد رمضان النهارده لا هو مجتهد بيلف على المسارح كل يوم ومعاه صاحبه شنطه على ظهره طيب مؤكد ما احنا بقى محتاجين فلوس وصغنن يلف كده زي محمد رمضان ما انا هخليه يلف ان شاء الله الناس واقف على بقك قالت يا جماعه نفسي يقفوا على بقي في الحاجات الايجابيه ما يقفوش في حاجات سلبيه بقول حاجات ايجابيه على الايجابي وانت طول الوقت ما عندكيش الا سلبي 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 طيب ما الناس هتعمل لك ايه بقول حاجات ايجابيه كتير ما حدش بيسمعها كانه ما اتقالش نيجي بقى على ايه على قالت هفوة غلطة سرحت ضحكت لبست ما عايزين ياكلوا عيش
هياكلوا عيش ازاي؟ وانت ما بتاكليش عيش من كده؟ والله ما بعمل البرامج دي اساسا. ما بتتشهريش وبتعملي ترندات كده؟ والله ما بلجلت وبحتقر الترند وبحتقر باللي فكروا في الترندات. ايه ترند ده؟ يعني يا انتصار ايه ترند ده؟ طب عايزه تبقي بصراحه 24 ساعه اللي هساله لك فرحانه انك 24 ساعه بسمه وهبي 24 ساعه ولا تبقي العمر كله؟ لازم تبقي اقوى من الترند. ترند ايه؟ طالعه موضه طبعا. اقول لك بياكلوا بيها عيش برضه. تعرفي ان هي بفلوس؟ عايزه تبقي ترند بكره ادفعي كام؟ عارفه القصه. اكل عيش ملا الشغل لها. ايه الفايده انك تعملي كده وتدفعي وتطلعي ترند والناس كلها حواليكي عارفين انك كذاب وبكره محدش حس بيكي؟ طبعا. تاني يوم معروفه إيه بقى؟ بقت مكشوفه. عايز اعرف بقى ايه اللي بان اللي ببق كل الصحافه ولا انا ترند النهارده؟ انا ترند النهارده. انا ايه ايه يعني ايه ترند النهارده؟ مش فاهمه. انا عارف انك بتشتغل بقالك 10 سنين عامل ارضيه قويه وراجل بتفهم وخبير. انا ترند على فكره. اي حد يعني هيعمل اي حاجه غريبه هيبقى ترند. جاوبيني بقى على السؤال ده بصراحه. يعني انا من اول حلقه وانت صريحه جدا وانا بصراحه عندي صدمه من صراحتك. ما فيش عندي ضيف شفته بهذه الصراحه. بجد؟ والله العظيم حقيقي. لا بجد. سؤالي، الناس اتضايقت لما طلعتي وقلتي ان انت ما عندكيش مشكله ان بنتك لما تكبر تتباس في السينما وطلعتي ترند؟ هل التصريح ده كان موافق ام غير موافق؟ ومش هناقشك، مش هناقشك، بنتك كانت قاعده جنبك صغيره، هل وافقتي في هذا التصريح ام لا؟ ومش هناقشك فيه. اوكي. المعدين اللي مش بيتحروا اللي بيتكتب واللي قاعدين على المواقع الالكترونيه للجرايد والمجلات اللي مهاملين المواقع الالكترونيه بتاعتهم وبيمسكوا يشقطوا اي خبر ومحطينه. انا قلت بالظبط. ايوه، لان ده كان فيديو على فكره موجود. انا عارفه انا قلت ايه. طيب ده قريب. انا قلت هي عايزه تمثل تمثل، فقالت لي سؤال هي عايزه تركب ترند برضو يعني عايز الشير بس عادي يعني بياكلوا عيش. طب هل تقبلي او هو مش فاكره كان مين مذيع؟ هو هل تقبلي ان بنتك تتباس في البتاع؟ قلت له على العموم هي لما تيجي تمثل هتبقى كبيره وناضجه بما يكفي ان هي تفكر تتباس ولا ما تتباس في دور او فيلم، لانها ساعتها مش هبقى معاها في اللوكيشن ولا وهي بتقرا، لان انا وانا قدها كنت بقرا ورق لوحدي وممثل لوحدي وبشتغل لوحدي، ما كنتش باخد راي ماما وماما. طيب انا بقى انا كلامي. بسالك نفس السؤال دلوقتي. نزلت بقى انتصار تقبل انت ما انتهى. طب تقبلي ام لا تقبلي؟ ما ناخد اول الجمله. طب يا حبيبتي انا اهو بديكي فرصه وجاوبيني، تقبلي ام لا تقبلي؟ انت لو سالتيني انا لا اقبل. انا خدت الاجابه خلاص. طبعا لا اقبل. بصي دي انا بنتي، خلي بالك انا حبيتك دي بنتي وابتديت اهدى معاكي وابقى حنينه معاكي، فمضطره ان انا اطلع فاصل ونروح للي ما بيرحموش. فاصل ونرجع للعرافة وشيخ العرافين. زعلت في مين؟ ما زعلتني مين يزعل انتصار؟ في الاخر جوزك يطلقك عشان انت رزلة. عايزة تفسري ولا نطلع؟ اصلا الحاجات دي بتاعت البيوت دي ما بحبش ادخل فيها كتير قوي العرافة وشيخ العرافين. أنا حبيتك بس هما بقى يعني ربنا يقدرك معي. هو أنت بتحبي حد؟ حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بلاش الموج العالي دي يا اسكندرانية أنت وتهدي شوية. اقعدي كده شوية واهدي لنا. أنت اسكندرية؟ اجدع ناس. بس الاصول صعيديه والله. كل الاسكندرانيه من الصعيد عادي يعني. مش طباقه انت في الحته دي. لا انا بوضح علينا. لا انا بوضح بس. ما علينا. طب بصي مع بعضيكوا بقى. فاكره فوزيه ولا افكرك؟ افكرك انا عشان انت مش عايزه تقولي. هقول لك انا. تعملي خلاف مع مخرجه ماشي، تطلعي تشرحيه ماشي،
لكن تنكر عليكي شطارتك وتتكلم عن الباقيين ونيلي كريم وآسر وباسم سمرة وكل الناس إلا أنتي. اشمعنى أنتي بقى؟ على العموم الجمهور كله لغاية دلوقتي بيقول أنا، والناس كلها بتقول أنا، والتكريمات والجوائز والدنيا كلها بتقول أنا، فمش مهم لما يبقى فرض ما قالش. ده أهم فرض، ده المخرج رب العمل. طيب أعمل إيه بقى؟ يعني أضربها على إيدها وأقول لها قولي؟ مش عايزة تقول، نعمل لها إيه بقى؟ طب إيه الموضوع؟ الموضوع دوت؟ كنا أي شغل بيبقى فيه ساعات مشاكل، ففي مشاكل بتعلى شوية تخش مستوى إيه؟ مشاكل تبقى إيه بلس؟ مشاكل تبقى بي، مشاكل تبقى سي، مشاكل دي وتعدي. فدي كانت مشكله كده في التصوير على الشغل برضو. انا من اول الحلقه بقول الشغل ما يخلاش من المشاكل. مشكله برضو على في حاجه في الشغل ومش عارفه ايه، والعرق الاسكندراني اب بقى. ما هو ما في ضغط بقى. لا رديت، بس رديت وقلت الحقيقه وقلت الصح وقلت ايه اللي بيحصل وده غلط. ايوه ايه اللي حصل؟ والصوت... ما احنا عايزين نعرف، الناس عايزه تفهم. عالي. لا ما الناس مش تهتمش بحاجه زي لا بتهتم. لا انت بس اللي مهتمه. طب قولي لي انت والاخت العراف ست العراف مش عارفه ده برضو بقاله كام سنه. ما دي كلها اخبار قديمه بس ما حدش حد يعرفها. لا انتوا اللي بتحاولوا تكبروا الموضوع لكن ما حدش عارفه، لان الجمهور احنا بنكبر الماضي يعني. الجمهور ما يعرفش ما وراء الكاميرا. هتقولي ولا نقول؟ لا اقول انا الاسرار اللي ورا الكاميرا. لا انا احكي افضل لان انا اللي عارفه. طيب. بدل ما تقول وهم بطحها. طيب. وتقول حاجات غلط. هو احنا اختلفنا ماشيين مع بعض كويس جدا طول ايام التصوير، علاقه جيده جدا جدا. فحصل المشكله ديت بسبب ان كان لازم نتجمع الساعه 5:30 الصبح، وكنت انا ونيلي كريم وباسم سمره ومفروض ننزل على وسط البلد، وكنا في مكتب الاستاذ يوسف شاهين في شارع شامبليون بنجهز. فيعني ايه المفروض نروح 5:30، فانا ونيلي دخلنا عليها الساعه 6:10، باسم سمره دخل عليها 6:05، فسابتهم كلهم ومسكت فيا انا. انتي اتاخرتي، فقلت لها ما يعني ما لقيتش بقى حد، لقيت نفسي لوحدي واقفه لوحدي. فلقيت كده، وبعدين خلي بالك اللي بتكلمي دي صاحبتي وشغالين مع بعض بقابلها حاجات يعني. فقلت لها لا ما فيهاش حاجه، تلت ساعه ما حصلش حاجه. قالت لي لا تلت ساعه حصل فيها حاجات والدنيا، وهي تعشق الفركش قوي يعني، تدور على سبب وتقول لك فركش حاجات كده. فقلت هتيجي فيا انا بقى ولا ايه؟ ابقى انا اللي شلت اليوم، الناس صاحيه من بدري يعني عيب. وما جتش على تلت ساعه، ما يلا نصور ونخلص. لا بدري والنهارده اجازه وكنت عايزه عربيات. طبعا عشان بس الساده المشاهدين عارفين انت بتتكلمي عن مين، يعني عن المخرجه كامله ابو ذكر. فكلمه منها كلمه مني. خلي بالك انا واقفه لوحدي في الشارع، انا وهي في شارع قصر النيل الساعه 6 الصبح لوحدنا، والدنيا كان يوم جمعه والدنيا اجازه، فتخيلي ده الحوار اللي في الشارع. طب والباقي راحوا فين؟ اختفوا. اختفوا يعني، حتى الزماله بتقول يعني واحد يقف على يميني واحد يقف على شمالي زي الملائكه كده ويهدوا معايا. ما هو في نفس المشهد لقيت نفسي لوحدي في شارع قصر النيل. شلتي الليله وبواجي مش بواجي بقى الاخراج والتصوير والانتاج، مخرجة العمل لوكيشن كامل ما بتترقصوا من المخرجه. فلقيت نفسي لوحدي بقى يا جماعه في شارع قصر النيل. لا شلت الليله واتكلمت بقى، قلت اصل تلت ساعه في عمر يوم تصوير. أيوة يعني ايه يعني انت قلت ايه بقى؟ قلت لا ما فيش حاجه حصلت يعني، ما حصلش حاجه. وبعدين احنا عبال عربيه جت لنا جينا، وده خطا يعني، تاخير خطا يعني حاجه ميكانيكيه كده ما تعرفيش تسيطري عليها يعني. العربيه جت عقبال ما نزلنا الاسانسير اتاخر. حصل فركش ولا ما حصلش فركش؟ لا ما حصلش فركش. ما حصلش. لا ما حصلش. بس لولا اني زعقت كان هيحصل. ده لولا ان انا زعقت وهتيت الليله. دفعتي بقى عن نفسك. فضلت ماسكه في ان لا احنا جينا طالما جينا نصور. زعقتي في مين؟ في المخرجه استاذه كامله ابو ذكري. ما زعقت لي. بتزعقي المخرجه كامله ابو ذكري؟ ما زعقت لي. مين يزعق الانتصار؟ انا يعني ممكن ازعلك يا انتصار. يا اخي روح اقعد على جنب، حد عارفك؟ جالك اللي ما بيرحمش. مصنوصه. ايوه بقول لك ايه؟ اتفضل. الاخ اللي كان عامل حساب على الفيسبوك باسمك سبتيه 3 سنين عامل الحساب وانت ساكته، ايه؟ كنتوا متفقين على بعض مع بعض وعاجبك اللي بيعمله؟ لا كنت غلطانه ان انا سهيت على
اني اعالج مشكله زي دي، مشكله كبيره كنت فاكرها مشكله صغيره. ثلاث سنين يا انتصار. وهياتم الله يرحمها اشتكت لي. من ايه؟ من ان حد بيعكسها من خلال الفيسبوك بتاعي، ودخل لها على تليفون الماسنجر. بينتحل مش بتاعي، عامل اكونت. ان هو انا وست بتعاكس ست راجل. ايوه بس هو منتحل شخصيتك. ما هو بعد كده بيكلمها يعني يكشف عن شخصيته بقى. لا عرف، انا عرفتها على الاقل صاحبي، فصاحبي يبدا يتكلم عن منتج الراجل ده، بيبتدي يكلمهم، فلما بيلاقوا الكلام بقى بيعرفوا ان هي مش انتصار. ولا ده صاحب انتصار، ولا دي ما جايب انتصار اساسا. وفي ناس من قبل ما يقلب نفسه يبقى راجل بيعرفوا ان هي مش انا، طريقه الكلام اللي عارفيني، هزاري، طريقتي مش كده، مش دي. فناس بتبعت لي سكرين من محادثات. انا نتيجه انشغالي واحساسي ان المشكله مش كبيره، يعني هلا صدقي، هياتم الله يرحمها، رحاب الجمل، شمس، صفي نور الرقاصه، كل اللي هم امامير والاكونت بتاعهم شكله امامير، نقل جميلات. وكل شويه تجيلي شكوى وشهر يعدي، تجيلي شكوى وشهر يعدي، وانا بصوره مشغوله. لازم اي حد يلاقي اي مشكله في النت يروح يبلغ في المباحث الالكترونيه يا جماعه في العباسيه، ما تسكتوش. انا لما رحت هناك فوجئت، في بلاوي هناك. ده حقيقي، بلاوي، دي كارثه من كوارث الزمن. لا روحوا بلغوا. عندك حاجه اعرفها؟ عندي طبعا. اطلعي. يعني انت كده بخف دمك واصحابك اللي بيتفائلوا بيكي وزميلك رامز جلال اللي بيتفائل لازم تيجي له في كل عمل، وفي الاخر جوزك يطلقك عشان انت رزله. هتحصلها قريب يعرفها، ما تقلقيش. بس يا اخويا ده انا قطعت. انا عايز اخلص منك يا شيخ. اتطلقتي ليه؟ رزلتي عليه في ايه؟ ايه ده؟ في الانترو صحيح قلتي ان انت اعزبه. انت منفصله؟ وجوزك طلقك بسبب السبب اللي هي بتقوله ده؟ ما انا ما اعرفش مين اللي قال الكلام ده. شوف انت بقى العرفه. هي بتفتي. لا انت بتضربي له بوز. لا لا خالص. بتهزري معاها زي ما بتهزري معانا كده؟ لا ده انت مطلعه الشيعه بقى من كده. رد انت بقى يا دكتور، انا مش هتكلم. من كده. عايزه تفسري ولا نطلع؟ اصل انا الحاجات دي بتاعت البيوت دي ما بحبش ادخل فيها كتير قوي يعني. هو ايه بقى السؤال بعد رزله؟ طلقك ليه؟ لا هو الطلاق ده اسمه ونصيب. يعني ما حدش يقدر يكبر، يعني ما حدش يهرب من المكتوب. اللي مكتوب له يتطلق هيتطلق، واللي ما مكتوب له يعشش يعشش، فبيبقى مش بايديكي. يعني ما كنتش بتضحكي معاه زي دلوقتي ولا بتهزري كده ولا لا؟ هو في حاجه مكتوبه، هتخلفي عيال شكلهم ايه، وهتموتي امتى، وهتتجوزي مين، وتتطلقي من مين، وليكي عيش على كتاف مين ومين ومين. فمحدش بقى تقول اصل انا متجوزه وهي اتطلقت. ما كنتيش كشره يعني؟ لا عمري ما كنت كشره. راجع نفسك بس يعرفها بقى. يعني ما ينفعش، انا ما صدقش انه انتصار كشره. لا انا بستغرب. لا. انا بستغرب فعلا بجد السؤال بتاع الطلاق. هو في حد كبير على الطلاق؟ لا طبعا. هو في حد ضامن نفسه؟ مكتوب يا حبيبتي. طبعا. هو لما ده من دون كل الرجاله اللي في العالم جه واتجوزك واختارك مكتوب، وجبتي منه مين ومين عيال مكتوب. مش ممكن، انا بقالي 10 سنين ما بسمعش غير كل ما تيجي فنانات معينين، يعني ماده دسمه، اتجوزتي كم مره؟ اتطلقتي كم مره؟ كنت ماشي مع فلان؟ طلع الشاي عليك انك عارف. هو الحب عيب كمان؟ بصي انا لا مش لا بس بجد، هو الحب عيب؟ انا مش هدخل معاكي في ديبيت. انا مش هدخل معاكي في ديبيت. انت قلتي لي انا هغير نوعيه البرنامج دي من السنه الجايه. لان اتزهق بصراحه. مفيش جديد. لا يعني وبعدين بطلوا يتجوزوا ويتطلقوا، سبته. انا لازم اطلع فاصل، طلعونا فاصل. وانت معايا انسحبتي في مسرحيه في انتظار بابا. خلاص هو ما بقاش عايش حياته، هو بقى عايش حياه الاخرين. قال لي انا قررت من بدايتي ابقى مؤسسه عشان ما احتاجش لحد. صوره وتعليق. أول صورة، الفنانة علا غانم. عايزة كلمة، تعليق واحد. الرايقة. يعني دي في النص ما نفهمش منها حاجة، يعني ياريت. روقان. علا دي ليه؟ روقان.
بتعمل كل الحاجات الصعبة وهي رايقة. طب وجه لها رسالة بما ان هي غايبة عن الساحة الفنية ومبقتش عايشة في مصر. عايزة اقول لها وحشتينا وفي حاجة ناقصانا وانت مش موجودة بتمثلي في وسطينا، وكفاية بأمريكا بقى ارجعي. اللي بعده الفنانة هدي كرم. صاحبة العيون الملونة. مش انت قلتي لي كلمة؟ طب قولي كلمة تانية. أنا مبسوطة من هدي جدا إن هي لغاية دلوقتي مكملة كمذيعة. كلنا انشغلنا في حتت شمال ويمين. أيوة. هي اللي كملت وحافظت. وعندها نضوج فني على فكرة كمان. بدأت دلوقتي بقت أحسن من لما تشوفي لها الحلقات الأولانية. أنا قصدي فنيا كمان. في الفن في التمثيل. لا بس هي كمذيعة مركزة قوي وبقت أحسن. شوفي لها اول 10 حلقات. يعني هي عجبتك كمذيعه اكتر ولا كفنانه اكتر؟ لا هي عملت طبعا حلقات اذاعه اكتر ما مثلت. انا بشوف ان هي فنانه قيسي يعني الزمن ده وعدد الحلقات بتاعت البرامج، لانها ما شاء الله في القناه اللي هي فيها دلوقتي عدد الحلقات اكتر، ومعانا برضو اللي ما غابتش تقريبا غير 6 حلقات في نفس سنه. وشوفي عدد الحاجات اللي سجلتها كدراما. حريصه على شغلها دي. انا مبسوطه تمثل في اسكندريه وتسيب الحلقات وتمسك فيلمين وخمس مسلسلات. صح هتعمل ايه؟ اللي بعده المخرج سمير العصفور. دوت يعني يعتبر براند موجود في المسرح. قيمه وقامه خلاص في جيل العظماء بتوع المسرح اللي احنا كنا نقف نتفرج عليهم كده، اللي عصروا كل فتره نضوج المسرح، ما فاضلش حد. كرم مطاوع، جلال الشرقاوي، سعد أرضش. طب ليه بعد كل الكلام الحلو ده وانت معاه انسحبتي في مسرحيه في انتظار بابا؟ كنت لازم اطلع، عرضت معاهم شهر وكنت لازم اطلع لبنان اصور مسلسل توب عشان رمضان. اتكتب انه انتي انسحبت. ما انا انسحبت بسبب ان هم خلوا الفنان احمد سلامه يطلع يحيي قبليكي الجمهور. لا انا كنت بحييه عادي. لا تحييت كذا مره وعندي صور وفيديوهات بده. وبعدين انا لما الوضع ما عجبنيش في الاول. بس كده قولي بقى الحقيقه بقى. ما انسحبتش عشان ده. امال عشان ايه؟ مش عايزه تلبسيني تومه وخلاص. طب امال عشان ايه؟ الوضع لما ما عجبكيش. ايه الوضع اللي ما عجبكيش؟ ما حيتش. طيب انا بقول، ما هو اللي انا بقول. لكن قعدت عرضت شهر. وحييت. طب ومشيتي ليه بعدها؟ وحييت في بعض الايام. لان يعني كان عندي ضيوف في الصاله والصاله مليانه. ما ينفعش يبان ان في مشكله في المسرحيه. بعد كده جالي توبه في لبنان. وهم كانوا عايزين يقعدوا 15 يوم من بعد كده يمدوا. فقعدت مع مدير المسرح قلت له لو جالك مسلسل و15 يوم في مسرحيه هتعمل ايه؟ قال لي لا طبعا هسافر اعمل ال 30 حلقه في رمضان. خلاص مش مشكله، روحي ونجيب حد من الزملاء بديل، ولو فتحنا تاني بعد قولي تعالي. بس اللي بعده الدكتور اشرف زكي. سياده النقيب. اقول ايه تاني؟ تعليق او رساله او كلمه. دكتور اشرف زكي، انا بحس ان احنا لو بصينا في دماغه هنلاقي مشاكل المواضيع 30 الف واحد جوه البيت وبره البيت وبيعمل ايه وبس كل ده جوه. ولو سبناه يقعد يتكلم ممكن يخلص بعد سنه لو حكى لك كل تفصيله في حياه كل الناس اللي عنده في النقابه. ده دليل على ان هو انسان ناجح ومحترم. مش ممكن ومهني. يعني ما تعيد كلمه مش ممكن. خلاص هو ما بقاش عايش حياته، هو بقى عايش حياة الآخرين. اللي بعده محمد نجم. مؤسسة. مؤسسة نجاح. أنا بضحك معاه ضحك في يعني على رياكشناته وطريقته صوته وحركته. حالة في الكوميدي لن تتكرر خالص. وبعدين بقى عايز أقول لك هو عارف ان الناس بتحبه وبتجري وراه
وتحرم مصلحته. وده كان بيسلطنه على فكره في الكوميديا، ما الكوميديا سلطنه زي الغنى. اشتغلت معاه بقى، بيقعد عملت بره. معاه اخر مسرحيه مش كده؟ في مرسى مطروح. نجاح منقطع النظير. وانا اللي قلت له روح مرسى مطروح، قلت له جرب ارض جديده. هتتبسط لما تلاقي جمهورك في الارض الجديده. كان يقعد بره المسرح يقعد يحط ودنه كده عشان يسمع السلطنه اللي بتحكي عليها، تصفيق الجمهور وضحك الجمهور على الافيه. تعرفي ان هو ممكن يقول لك عدد اللي ضحكوا؟ يعني يقول لك لا الافيه ده خد اقل من اللي قبليه عشان يتقال وحش، بكره لازم يتقال احسن. يجي تاني يوم يقول لك بصي شفتي انا قلت لك قول اسرع اهو الضحك حلو. بيقيس الضحك بودنه. وقال لي ايه بقى؟ حاجه برضو الواحد يقولها عليه تحسب له. قال لي انا قررت من بدايتي ابقى مؤسسه عشان ما احتاجش لحد وما استناش حد يجيبني ويوديني، فبقى عندي مسرحي وبقيت بطوله مسرحيتي وبقيت انا اللي اصور عروضي وانا اللي ابيعها وعندي شركه انتاج، فبقيت مؤسسه كامله مش مستني حد يعرض عليا. اللي عايز ينتج لي اهلا وسهلا، بس انا مؤسسه اشتغل اي وقت انا عايز. ممكن او لا يمكن؟ ممكن انتصار تعتزل التمثيل، ممكن او لا يمكن؟ ممكن طبعا. فعلا؟ طبعا. ممكن انتصار ترجع تعمل سيزون جديد من نفسنا، ممكن او لا يمكن؟ واعمل خمسه كمان. ممكن انتصار تغير رايها وتقول لاولادها ما تمثلوش زي امكم، ممكن او لا يمكن؟ لا لا يمكن. تمثلي مع محمد رمضان، ممكن ام لا يمكن؟ اساسا مثلنا مع بعض، ممكن طبعا. سرك مش في بير. اخر حاجه من النهارده، سرك مش في بير. هديكي سر هقوله للناس، ممكن تقولي لا مش عايزاكي تقوليه، هقول لك مش هقوله بس تقولي لي سر بداله. طب ويمكن السر يبقى بالنسبه لك تمام. اوكي. ايه الثقه دي؟ عينيكي حلوه قوي يا بس. اهو انت ما برضه هديكي السر على فكره، ما ترشينيش. فيكي جمال خليجي كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ازاي تطلعي حاجات زي دي للناس؟ واي حاجه كده تطلع بره البيت؟ ايه ده؟ ما هو اسمه سرك مش في بير. لا 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 لا، كل انسان ليه حياته الخاصه وكل انسان ليه اسراره، والمفروض انك لا تجرؤي من نفسك، لا تجرؤي عليك تدخلي في حياتي الخاصه. بتجيبي منين المساحه دي؟ حط لها العداد قدامك 30 ثانيه، لو ما اديتنيش سر بداله هقول السر ده. ايه القوه اللي انت فيها دي؟ انت 40 كيلو. ما تضحكينيش. هضحكك. طيب مره وانا صغيره خدت عيديه وقعدت اجمعهم وصلوا 4 جنيه وخبيتهم ورا برواز بتاع صوره بابا في بوك كده، قامت ماما وهي بتنظف يوم الجمعه خدت البوك وطلعت الفلوس وخدتها هي وحطيت البوك تاني. اقتنعتش؟ ده مش سر. ده ألمني جدا. بتضحكي عليا؟ أنزلت جدا هي عملت كده. والله العظيم. يعني بيقولولها مع بعض بعدين. خلوا في البيت مع بعض. أنا أساسا حياتي ما فيهاش أسرار. طب ما نقول اللي هنا معلش. لا لا، في حاجة اسمها حياة خاصة، افهمي، حياة خاصة. طب ما أنا عندي أسرار ليكي، ما أنا ممكن أقولها برضه. دي لما أقعد مكانك على الكرسي هخليكي وتخيريني وهديكي سر بجد، مش هقعد اقول لك اصل انا حطيت الفلوس ورا الصوره وماما خدتها و4 جنيه و3 جنيه. قولي سر يا انتصار، قولي عشان اقومك بالحلقه دي. ما عنديش اسرار، ولو عندي اسرار مش هقولها لك، اصل انت مش بنت خالتي يعني عشان اقول لك اسرار. لكن اقول لك اسراري ليه؟ ايه اللي بيني وبينك عشان اقول لك اسراري؟ عشان اخليكي تقولي من على الكرسي اللي انت قاعده عليه. ده الواحد ما بيقولش اسراره لاصحابه عشان ما يشيلهمش الهم ويشيلهم المسؤوليه. اقوله لك انت عشان تروحي تزعلي كل الناس؟ لا طبعا. قولي السر، مش هتقومي على فكره. عدلها تاني لاخر مره، هعدي انتصار. اذا ما قلتيش السر بجد انا هقول اللي عندك.
مش حاضرني حاجه دلوقتي ومش عايزاكي تقولي اللي عندي. وانا مش هخلص الحلقه. 10 9 8 7 6 5 4 لو سمحتي 3 2 1 دي حياتي الشخصيه. السر اللي عندك يا انتصار انه في عريس وفي مشروع جواز قريب وهقول على اسمه. لا طب بلاش تقولي على اسمه، انت قلتي دلوقتي الموضوع، بلاش تقولي على اسمه لو سمحتي، معلش لغايه ما يتم. طب الموضوع، طب احنا هنفرح لك، مخبيه ليه؟ لا ما انت تنبري فيه ما يتمش. يعني ممكن تبصي لي فيها ما تتمش. اه بس ايه رايك في ان احنا عرفنا اسمه؟ اه دي يعني انا كنت قلت هتعرف ان في مشروع، لكن وبيشتغل ايه؟ اه لا بس معلش جو اهيد. تمام. لا 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 ايما وسيما ايما وسيما. وانا عارفه ان هو مبروك مقدما. شكرا، ربنا يتممها بخير، ربنا يستر. اه هتعزمينا على الفرح ان شاء الله؟ كل سنه وانت طيبه ونورتيني في العرافه. تسلمي يا حبيبتي. مشاهدينا خلصت حلقتنا، ونشوفكم في حلقه جديده من العرافه.